أنا يعني ربما أجيب لك بشيء من الطرفة. الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أسسه فضيلة مولانا الإمام الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله، وأنا أصف الاتحاد أقول إنه هو المشروع الأول والأكبر لمولانا الشيخ يوسف، وقد حقق فيه نجاحا باهرا عالميا حقيقة. لكن المثال الذي أضربه لك أن برنامج الشريعة والحياة الذي كان يقدمه مولانا الشيخ القرضاوي كل يوم أحد على شاشة قناة الجزيرة، كما ذكر أساتذة الإعلام في الجزيرة، أنه حقق إلى الآن أعلى نسبة مشاهدة لبرنامج عربي، ولم تتخطى هذه النسب إلى الآن. طيب، برنامج الشريعة والحياة منذ عامين يعاد في رمضان، فأنا لما سئلت يعني كيف يعاد فقط في رمضان ولا يكون أسبوعيا، والشيخ القرضاوي كان يقوم به في كل أسبوع، فقلت له الشيخ القرضاوي كان يقوم به في كل أسبوع. لما أرادوا أن يكونوا في البرنامج بصفة شهرية، الشيخ القرضاوي فكوه 30 واحد من المشايخ والعلماء، يعني 30 واحد علشان يسدوا ثغرة البرنامج في رمضان فقط.